معايا حبايبي، هناخد النهارده مع بعض أسئلة مختلفة على جزء الميل. الراجل ده بيقول لك مستقيم ومر بنقطتين. استنى يا مستر، دي لوحديها استفيد منها. لما ادي لك نقطتين وبقول لك مستقيم بيمر بيهم، تستفيد ايه؟ اعمل كسر، اجيب الميل، اجيب الميل. طب انا نسيت، ها اخد الصادات مع بعض والسينات مع بعض، بس بعمل ايه؟ بطرح. يبقى دي كاف ناقص اتنين وتحت تلاتة ناقص اربعة، يعني خدت صاد اتنين ناقص صاد واحد اهي، وادي سين اتنين ناقص سين واحد. هل دي اعرف يا مستر ادخلها في الآلة واجيب الاجابة؟ اقول له لا، بس ما تستعجلش، بص معايا، انا هسيب الكاف ناقص اتنين، لكن تلاتة ناقص اربعة ينفع ادخلها في الآلة؟ شكرا. بس يبقى عشان عندي رمز ما دخلتش في الايه في الآلة، سبت البسط ونزلت للمقام. اقول تاني وسيبها. تعال بقى ندخل على النص التاني. لما اقول لك يصنع زاوية كذا واديتك الدرجة، اقدر اجيب الميل اللي هو ظا الزاوية. اتعلم تقولها كده، اديتك زاوية بالدرجات، اجيب الميل ظا 45، ادخلها في الآلة اهو، اروح جاي يعمل ها تان 45 وادي يساوي، سواء قفلت طلعت كام؟ واحد. اسمع بقى، انا بقول لك ايه بقى؟ بص بقى، وهنا الميل واحد يا مستر، مش الميل ده والميل ده بتاع نفس المستقيم؟ ايوه. يبقى يا مستر اخد الكاف ناقص اتنين على سالب واحد واساويها، واعمل برضو مقص ده بده، يعني الكاف ناقص اتنين بسالب واحد بقت معادلة. يبقى الكاف تساوي سالب واحد جاي لها اتنين، ادخلها في الخلاط واجيب الاجابة. نقول تاني، مستقيم وبقول لك مر بنقطتين، ما كملش. واجيب الميل ازاي؟ فرق الصادات على فرق السينات. الكاف او اي رمز مجهول ما يدخلش في الآلة، سبت البسط، لكن نزلت على المقام عملت بالآلة 3 ناقص 4 جبت الإجابة. اكمل بقية الجملة، بيعمل زاوية، استنى، يبقى الميل ظا الزاوية. لازم تتعلم تقول كده، طب ما هو نفس المستقيم. يبقى يا مستر اساويهم ببعض، حلتها معادلة وجبت لك قيمة الكاف، وده اللي كان بيسأل عليه، يا كاف انت بكام؟ تعال نعمل ستوب. تعالوا حبايبي نقول فكرة تانية، تعال نتعلم ازاي نفكر في السؤال. الراجل الجميل ده بيقول لك كلمة مستقيم بس مر بإيه؟ اعمل ستوب. نقطتين مع مستقيم اجيب الميل. بنجيب الميل ازاي؟ بص ادي الصادات البعيدة، يبقى ده ناقص ده، وبعدين السينات من البعيدة، ده ناقص ده، اربعة ناقص صفر، صفر ناقص كاف، لا سالب كاف. تفرق؟ حبيبتي الصفر ملوش قيمة، الغيب. ايوه تبقى سالب كاف. تعالى النص التاني، قبل ما اقول كلمة عمودي استفيد منها ايه؟ انت بتقول لي مستقيم يصنع زاوية. اتفقنا لما اقول لك مستقيم يصنع زاوية، ظا الزاوية اهي. نرجع بقى نقول، لما اقول لك عمودي، اهدى بقى، لما تقول لي عمودي باخد المستقيم الاول ادي ميله، واقول يساوي، واروح رايح لده، تعمل له ايه؟ قلبته. شكرا. وبعدين اعمل مقص، سالب كف في سالب واحد تبقى كاف، وادي اربعه، وتخلص المساله. السؤال ده يجي لك في الامتحان عليه ثلاث درجات. طب هنعمل ستوب؟ ايوه، وتعالى اوريك بقى في الامتحانات. تعالوا نشوف ازاي استفيد من درس الميل. الراجل الجميل ده بيقول لك اثبت
نقط 1 2 3 ان هم على استقامه واحده. اسمع كده، زمان 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 ده كان اول الترم، كنت تجيب لي طول ا ب لوحده، وكنت تجيب لي طول ب ج لوحدها، وتجيب لي طول ا ج، وبعد كده اخد اصغر 2 يساوي الثالث. فكان مساله بحلها في كذا خطوه، وكان الطول بجيب جذر تربيعي، يعني كمان فيها شغل كتير. دلوقتي بعد ما درسنا كلمة ميل هنعمل خطوتين. انت معاك كم نقطة؟ يبقى حضرتك هتجيب لي ميل ألف به الأول لوحده، وهتجيب لي ميل لوحده، يعني هاخد ده لوحده واخد ده، لازم يطلعوا متساويين. بس كده مش مصدق، تعال نشوف. يلا ازاي نجيب ميل ألف ب؟ هشتغل ألف مع ب، يعني اقول 5 ناقص، بص كده اهو، يلا تحت 6 ناقص 3، ودخل في الآلة دول 6 ودول 9، 6 على 9 تديني 2 على 3. انت بقى جرب في الآلة، بص بقى اللي جاي، ميل ب ج نلعب مع دول فوق 5، لا ثانية 3 ناقص 5 ماشي، تحت 3 ناقص 6، دخلهم في الآلة، تفتكر لازم يطلعوا كام؟ ده لازم حضرتك تيجي بقى تقول له ميل ألف ب يساوي ميل ب ج، يبقى ألف وب وج على استقامة واحدة أو ينتمي لمستقيم واحد. آدي درس الميل والاستفادة من كلمة الميل. هنعمل ستوب. سوري ادي النيلة ادي اهو، كبر تاني يا مستر، ادي كده قدامك، ونعمل ستوب.